بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالأحاديث السابقة التي كانت وما زالت تدندن حول بيان بعض المحرمات التي وقع فيها كثير، بل جمهرة غفيرة من أبناء الأمة الإسلامية، إما عن جهل وإما عن خطأ وإما عن غفلة. السؤال المطروح على طاولة البحث والمناقشة: لماذا حرم الله عز وجل هذه المحرمات؟ أو بتعبير آخر، لماذا الشارع الحكيم قعد قواعد في باب المطعومات، في باب المشروبات، في باب الأبضاع أو الأنكحة، في باب الوصايا، في باب البيوع؟ ما من باب من الأبواب إلا وضع الشارع الحكيم وضع فيه قواعد حتى لا تزل الأقدام وتطيش الأحلام، وحتى لا يقع المسلمون في الخصومات والنزاعات، لأن كل واحد يريد أن يظفر بنفسه ويسطو على حصة أخيه. من أجل ذلك وضع الشارع الحكيم قواعد حتى يلزم كل واحد غرسه ويلزم حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نحن نرى اليوم المحاكم تعج بالخلافات والمنكرات، كل ذلك بسبب الخروج عن الصراط المستقيم وعن قواعد الشريعة. إذن تحريم هذه البيوع التي هي موضوع حديثنا اليوم لما فيها من الضرر المؤدي إلى: أولا، أكل أموال الناس بالباطل. حرم الإسلام حتى لا يأكل الإنسان مال أخيه ظلما وعدوانا وبالباطل، وكذلك لما فيها من الضرر المؤدي إلى الغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا، أي من غشنا نحن المسلمين فليس منا في هذا الباب. وهذا حديث فيه وعيد شديد. وأيضا: من غش، أي المسلمين وغير المسلمين، وإن أساءوا إلينا، لأن الإساءة لا تقتضي منا أننا نعاملهم بالغش وبأكل أموالهم، هذا لا يجوز أبدا. ومن ذلك يتضح لنا أيتها الأخوات الفضليات وأيها الحضور الكريم، أن ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء تتسم بالمصداقية وبالوضوح وبالشفافية وعدم الإضرار بالآخرين. من أجل ذلك وضع الشارع قواعد حتى يسير عليها المسلمون. نبدأ بالمسألة الأولى التي تتعلق ببيع الذهب بالذهب. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يدور حول قضية خطيرة لا ينتبه إليه المسلمون، لا رجالا ولا نساء، فالناس اليوم لا يهمهم إلا الحصول على المرابح المادية، وإن جاءت من طريقة ربوية فهذا الحديث ينص على تحريم ربا الفضل، وربا الفضل يكون في الأصناف الثمانية، في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والملح بالملح. القاعدة إذا اتحدت الأصناف، إذا كان الذهب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إذا اتحدت الأصناف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التساوي، يعني كيلو ذهب بكيلو ذهب، كيلو شعير بكيلو ديال الشعير، كيلو ديال الملح بكيلو ديال الملحة، كيلو ديال التمر بكيلو ديال التمر. إذا اتحدت الأصناف وجب التساوي، ولكن إذا اختلفت هذه الأصناف، مثلا الذهب بالفضة يجوز التفاضل، 4 كيلو ديال الذهب بنصف كيلو ديال الفضة يجوز، ولكن شريطة التقابض يدا بيد. إذن هذه القاعدة. إذن فدل الحديث على أنه إن كان بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه شرطان. شوف، هذا الحديث يدلنا على مسألة علمية، وهي التماثل، الذهب بالذهب تماثل، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير، الزبيب بالزبيب، شنو التماثل. ثانيا التقابض، لكن إذا كان البيع بنقد فيشترط ببيع الذهب بالفلوس، لأن حتى قضية الذهب بالشيك لا يجوز، وخاصة بيع الذهب بالتقسيط، ما يكتب لك شيكا، هذا الشيك هو يقوم مقام العملة، تكتب لك ولكن أنت ما عندكش الفلوس في البنك، إذن هذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه لم يحصل التقابض، والذهب إلا غتشري بالفلوس هكذا. أما أنت كتتأخذ الذهب وكتبدا تخلصه بالتقسيط وبالأجزاء، حرام. خلي عنده الذهب، أترك الذهب عنده حتى تستكمل المبلغ بكامله، فسلم له المبلغ وخذ القطعة الذهبية. هذه نقطة أظن واضحة. فبيع الذهب بالأقساط غير جائز. ومن البيوع المحرمة وهو بيع المطعوم قبل قبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع، أي من اشترى طعاما، حبوبا أو زبيبا أو تمرا، فلا يبيع حتى يستوفيه، حتى يكمل ثمنه. لماذا؟ لأن ربما أنت تبيع شيئا لا تملكه، وهذا حرام، فلا تبيع ما لا تملك. أحيانا الإنسان يبيع شيئا وهو لم يستوفي، لم يؤدي ثمنه فيبيعه، إذن هذا لماذا؟ لأن فيه غرر وفيه جهالة. كذلك من البيوع المحرمة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع مسلم على مسلم. عندنا تاجرا، التاجر أحمد والتاجر إبراهيم. التاجر أحمد باعك شيئا ب5 أورو، أحمد. إبراهيم التاجر قال لك: تعالى أرجع له السلعة، أنا أبيعك ب3 أورو. هذا حرام، لأنك أنت تبيع على بيع أخيك، وفيه ضرر، إلحاق الضرر بالبائع الأول، لا يجوز هذا. لكنه إذا ترك البيع ولم يتم الاتفاق بينهما، ثم جاء إليك عند ذلك، يجوز أن تبيع بأقل
من الأول، لكن ليس مثلا تم الاتفاق بينهم وأنت تقول له تعالى افسخ البيع، اترك البيع من الأول، وسنأنا أبيع لك بأقل، فيهمس في أذنيك أو يقرقر في أذنك كما تقرقر الدجاجة، ارتك ارتك أنا غادي نعتقل كي جرت في الجلابة، حرام هذا، هذا إفساد، هذا لا يجوز أبدا. كذلك ومن البيوع المحرمة بيع النجس. ما معنى النجس؟ هذا النجس وهو إثارة الحمس في نفس المشتري ولكن ليس بقصد شرائه، وهذا معروف في الأسواق، هو يأتي ليشتري سيارة فيكون الناس حول هذا الرجل، لكن واحد يعطي الثمن كذبا، يعطي الثمن ثمن صوري، يشتري شراء صوري ولا يريد يشتري، يقول إذن ما دام هذا أعطى الثمن إذن هذه السيارة مزيانة، يقول واحد أنا أعطيك 2000 يورو، فيثير الحماسة في نفس المشتري الحقيقي ليثير الحماس ليوقعه في البيع وفي المصيدة. وفي الحقيقة هذا النوع من البيع حرام، لأن فيه غرر، فيه غرر بالمشتري. كذلك ومن أنواع البيوع المحرمة بيع المحرم أو بيع النجس. إن الله حرم بيع الخمر، لا تقل يا أخي هذا نبات الكيف ولا الحشيش ولا القات، هذا اللي يستعمله بعض الناس لينشطوا عقولهم، هذا كله حرام، هذا ولا زرعة الكيف ولا، هذا كله حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، تيقول لك لا دابا كيتكلموا عليه، قال لك وراه غير نبات، اش من نبات؟ نبات نعم هو نبات، لكنه إذا استعمل في الكيف وفي المخدرات فهو حرام، وعندنا قاعدة شرعية أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لابد أن نبحث عن الحلول الأخرى في النباتات التي لا تحتوي على هذه المخدرات. وما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، لكنه إذا لم يجد الإنسان كما سبقت الإشارة في الدروس السابقة حينما تحدثنا عن سبريتو وعن الجيلاتين، قلنا أو بعض المواد التي تحتوي على نسبة الكحول، إذا لم يجد الإنسان الدواء أو البلسم والشفاء إلا في هذه المواد فيجوز استعمالها على غرار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عندنا الضوء. لكن لا يجوز الإنسان أن يبيع الخمر، بيع الخمر ولا بيع الميتة ولا بيع الخنزير ولا الأصنام، لأن هذه الأمور محرمة، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم، ولا بيع الكلب إلا الكلب المعلم، الكلب المعلم هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الإنسان كيبيع القطة وكيبيع الكلب وكيبيع القرد أو كيبيع السبع، هذه كلها حرام. إن الله إذا حرم شيئا أش تبيع في الكلب ولا تبيع في القطة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، السنور هو القط، المش كات، أش غادي تدير تجارة في القطوط؟ المهم على أي حال، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لا يجوز للإنسان أن يبيع السمك في البحر أو أن يبيعك الطيور في السماء، هذا غرر، تقول لك تعطيني 50 يورو غادي نبيع لك كيلو ديال الحوت غادي نجدوك في قلب الحر، هو باقي، هو لم يصد شيئا وليس عنده شيء، فماذا تبيعني أيها الأخ؟ إذن أنت تبيع المعدوم وتبيع الغرر، وهذا منهي عنه شرعا. إذن لا بد الإنسان أن تبيع ما تحت يديك وما تملكه، أو تقول لك غادي نبيعك 20 طير راهما في السماء، هو بقي لا يملك شيئا من هذه الطيور، إذن فهذا كله يدخل في الغرر،
أو في الجهالة. ومن المحرمات التي نهى عنها الشارع بيع بيعتان في بيعة واحدة. كيف بيعة؟ غنبيع لك هذا الطوموبيل ب500 أورو، عاوتاني تقول لك ب700 أورو، فيذهب ولم يحدد هل 500 ولا 700، خلاها معلقة تحرمية، لأن كي العبادة بحال لاستيك، بحال داك المطاط، وهذا فيه غرر وجهلة. لا بد أن تحدد، لأن أحيانا البائع تجده يستعمل أسلوب الحيل والمكر حتى يتعامل معك بالكلام المطاط، تقول لك 500 ولا 700 ولا 600، ولم يحدد. أنت لما تجي لعندي تقول لك لا أنا قلت لك 700، هو راه قال لك 500، العفريت كاع ما هضر على 500 فيوقع. إذن هذا النوع لابد أن نحدد 500 ونكتبها ونحددها معه. إذن أو أن الإنسان بيعتان في بيعة واحدة، خصنا نفهموا إخوان الدين ديالنا. بلاتي مالي إن شاء الله الأخوات الله يجزيكم بخير، لأن احنا عندنا درس منهاجي كل يوم الأحد ما بين العشاءين، حاولوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أن تختاروا فصلا من الفصول، لأن مش ما يقعش تشويش، جزاكم الله خيرا. المهم كذلك يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة واحدة. متى نقول لك؟ لأن هذا يكون فيه بيعة في بيعة أو بيع وشرط. يقول لك أنا غنبيعك هذا السيارة ولكن بشرط أنت غادي تبيعني هذا، هذا منهي عليه شرعا، لأن بيعة في بيعة واحدة، نبيعك هذا ولكن أنت غتبيع لي هذا، هذا حرام، لأن هذا فيه حديث نص على النهي عن الجمع بين بيعتان في بيعة واحدة وبيعة وشرط. نبيعك هذه ولكن على أساس أنك تبيع لي حتى أنت هذه، هذا من يشرط، خليه يبيع حر، هو حر، علاش غتلزمه ببيع شيء آخر؟ وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة هو أن تشتري شيئا من المتجر، كتشري واحد الشيء إلى أجل، كتشري واحد السيارة ثم يشتريها منك، كتشتريها من عنده ثم أنه يشتريها منك البائع اللي باع لك الأول، قلت لي 500 وكيشريها منك عاوتاني ب400 أورو، هذا حرام، هذا ربا، هذا كيتسمى بيع العينة، وهو اللي كيتعاملهم، فيشتريها منك بأقل مما عبع لك، هذا كيتسمى بيع العينة وهو بيع حرام. وأيضا كذلك بيع الثنايا أو الثنية، ما معنى الثنية؟ تقول لك سيدي أنا كنبيعك واحد الشجرة من هذه الشجرات، ولم يحدد أي شجرة، هل الشجرة التي تقع في جهة المشرق أو في جهة الغرب أو في جهة الشرق، ما طولها، ما وصفها؟ إذن لابد، لأن لماذا؟ لأن فيه هذا غرار أيها الإخوة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، أو أن الإنسان يتلقى الركبان في باب السوق، فيشتري منهم السلع ثم يدخل فيبيع بما شاء، وهذا في الحقيقة فيه إلحاق الضرر بالناس. لابد أن يترك الناس يعني أحرارا في بيعهم وفي شرائهم، فالإنسان يشتري منهم السلع كلها فيبيعها بالثمن الذي يريده. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان. كذلك من البيوع المحرمة البيع يوم الجمعة، لما كيأذن المؤذن وكيطلع الإمام على المنبر والإنسان يبيع، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من الفقهاء قالوا ليس فقط البيع يوم الجمعة، حتى في الصلوات الخمس، لكن على أية حال نبقى البيع يوم الجمعة. يقول الله تعالى يعني البيع عند النداء
الأخير بصلاة الجمعة، لأن كاين الأذان أذانان، لكن الأذان الثاني الأخير بعده يرتقي، بعده يرتقي الخطيب المنبر ليلقي الخطبة على جمهور المسلمين. واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله زين، وذروا البيع، أي اتركوا. وهذا من الألفاظ التي تدل على التحريم، وعلى التحريم أي اتركوا. إذن فكل ربح أدخله بعد النداء الأخير وارتقاء من بالمر فهو حرام، لا يجوز الانتفاع به، بل الإنسان يصرفه في المصالح المسلمين. وحتى أن الإنسان لا يتحايل على الله، بعض الناس كيحط واحد كيمشي هو يصلي وكيخلي شي واحد، لا، حتى ذاك المال اللي دخل، لأن أنت المسؤول على هذا المال. وكذلك أيها الإخوة، من الأمور التي نهى عنها الشارع وهو الانتفاع بالرهن، الرهينة. الإنسان يترك عندك شيء، ذهب أو سيارة، لأن ما المقصود بالرهن؟ وهو ضمان حقوق الإنسان، ضمان حقوق الإنسان، يأخذ منك شيء حتى يضمن حقه الذي أقرضك إياه. لكن هذا الإنسان يأخذ ما تركته عنده رهنا فينتفع بالسيارة، أو ينتفع بالأرض الزراعية، أو ينتفع هذا حرام. لماذا؟ لأنه يندرج تحت القاعدة الفقهية التي تندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن العلماء يجوزون العمل به. كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، إلا ما يفعله بعض المسلمون وهو من باب التعاون على البر والتقوى والتضامن الاجتماعي، أنهم يجمعون مبالغ مالية ويعطونها كل شهر لأحد، ديك دارت يتسمى دارت، هذه ما فيها حتى شي مشكل، لأن فقط المقصود بها هو التيسير على المعسر وباب التعاون وعلى البر والتقوى، وهذه زوجها الحمد لله العلماء. لكن قضية الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة لا يحل للمرتهن الانتفاع بذلك في مقابل رهنه، فهو نوع من الربا. الاستغلال حرام، تعطيني شي حاجة وتستغلها كتمص الدم ديال خوك لله تعالى. علاش الإسلام، لماذا الإسلام حرم الربا؟ لأن الربا فيه مص الدماء، الربا فيه مص الدماء، يعني يضع السلاسل والقيود لمدة 3 سنين، وهذه العقود كلها باطلة، لأنه يسد باب التعاون وباب الأخوة، ومن يضمن لك؟ لذلك الإسلام فتح باب التعاون على البر والتقوى، ولكن بالقيود وبالشروط. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي تندرج تحت المحرمات: بيع الدم وأعضاء الإنسان. لا يجوز بيع الدم ولا أعضاء الإنسان، لأنها ليست ملك له، وإنما هي ملك لله عز وجل. لكن إذا كانت هناك ضرورة وكان الإنسان على شفا هلكة، أو أدى به الأمر إلى ربما قد يموت، واقتضت الضرورة أن يشتري عضوا يشتريه. دائما عندنا قاعدة الإخوان: الضرورة تبع المحظور، ولكن هذا البائع الإثم على البائع، فهذا الذي باع هو يأخذ الوزر ويأخذ الإثم، لأن الإنسان لا يملك العبد حتى يبيع أجزائه، ولكن يجوز التبرع به على سبيل
الإثابة المحضة في حالة الاضطرار. فإذا لم يجد المضطر غير المضطر متبرعا جاز له الشراء دفعا للمهلكة عن نفسه، ويكون الإثم على البائع كما بينا. أخذ عضو من جسم إنسان حي، أخذ عضو من جسم إنسان يعني حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه، هذا على قسمين. إذا كان من النوع الذي يعوض حل دبل الجلد أو قضية الكلية أو قضية، لكن قضية القلب لا، القلب ما يمكنش. فهذا قال إذا كان لا يلحق ضررا بالمتبرع، إذا كان يلحق به ضررا أو موتا محققا فلا يجوز أبدا. سبحان الله، شوف هذه القواعد لإنقاذ. قال عمل جائز في تحقيق مصلحة يعني كبيرة للمزروع. قال بشرط أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية تقول إن الضرر لا يزال بضرر مثله، لا يمكن أن تزيل الضرر عن هذا ويلحق الآخر ضررا مثله، لا. ولأن التبرع يكون من قبيل إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولكن العلماء قال اشترطوا لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع، يعني هذا الذي يريد أن يتبرع بالعضو يكون طوعا ليس إجبارا ولا قهرا ولا كرها، هذا لا يجوز دون إكراه. ثانيا أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الممكنة لمعالجة المريض، ليس هناك أي وسيلة لعلاج المريض إلا بهذا العضو الذي جاءه من هذا المتبرع طوعا. إذن القضية واضحة. أن يكون ثم أن تكون القضية يثبت الأطباء أنها يعني تلقى نجاحا محققا، تلقى نجاحا محققا. أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ آخر مضطر إليه، قال أن يكون هذا المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك في حال حياته. أن يؤخذ العضو كذلك العضو عظم أو أي شيء من حيوان مأكل ومذكى مطلقا، دابا العلماء كيشترطوا يكون من حيوان خذوا منه واحد العضو اللي غادي يزرعوه ذاك الإنسان اللي مسكين هو راه على عتبة الموت أو غير عند الضرورة، حتى ولو كان من غير مذكى. الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كذلك أما وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالته المرضية كالمفاصل وصمام القلب، فهذه الحالة كلها تجوز. إذن أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل على إخواني، يكفي هذه المسائل حتى نستوعبها ونكون قد ألممنا بها إن شاء الله تعالى. فالله هو الموفق والهادي لسواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.